زلنا الآن داخل مستشفى كمال عدوان، حتى اللحظة لم نتمكن من الخروج بسبب القصف المتواصل على المستشفى وبسبب إطلاق النار بشكل مستمر. كما نسمع هذه الأصوات لم تتوقف منذ الصباح نهائيا، حتى اللحظة نحن محاصرون داخل مستشفى كمال عدوان. نسأل الله السلامة لنا ولكم اقتراب الآليات إلى بوابات مستشفى كمال عدوان. ولا دولي قبلنا ولا واحد مستعرف علينا.
بنستنى الرحمة من عندك يا رب. يا رب رحمة من رحماتك تفك لقيتنا وترحم الشهداء وتحل الأسرى.